فلسطين وما أدراك ما فلسطين. فلسطين واحدة من الدول التي تمتلك طيور مهاجرة في العديد من دول العالم، واللي بيمتلكوا القدرة على صناعة الفارق أينما وجدوا وأينما حلوا. بيفتخروا وبيعتزوا بفلسطينيتهم، ودائما الفلسطيني بتميزه من إبداعه وإنجازه. صحيح، وأنا هاخد من جملتك يا كاثي وما أدراك ما فلسطين، علشان أنا زرت فلسطين وقعدت مع يعني أهلنا في فلسطين، ومشيت على أرضها وشفت ناسها وشفت البنايات وشفت التعمير وشفت التعليم وشفت ناس حلوة. النجاح حقيقي وياسمين بتبصلي، النجاح بيجي فعلا من رحم المعاناة. المعاناة ممكن تكون معاناة يومية أو معاناة بشكل عام إحنا بنشوفها معاناة، أما الفلسطيني لا يراها معاناة على الإطلاق، يراها تحدي، يراها سلاح جديد، يراها نجاح على أرضه يرفع بيه راسه طول الوقت. تعالوا نروح لتقرير، نروح لأرض فلسطين ونشوف النموذج الرائع من فلسطين، وبعدها هنتوقف مع فاصل لنواصل بعدها معكم بيت للكل. في قرية كفر اللبد شرق مدينة طول كرم يرتبط الإنسان بالأرض الريفية بشكل فطري، ومن هذه البيئة الوادعة سخرت روان شغفها وتعليمها الجامعي في ابتكار حجر صناعي صديق للبيئة. أنا مؤسسة لمشروع بلوستون الحجر الأزرق. في مشروعي بعمل على إنتاج حجر داخلي، هذا الحجر بيئي بيستخدمه الإنسان جوا البيوت في الديكورات الداخلية. أنا مشروعي كفكرة كان في شهر 3 في 2020 اللي هي في أثناء الحجر الكورونا. من هون أنا كنت أستخدم حتى أوصل لفكرتي الطريقة الأونلاين أو التجارب الموجودة في البيت. مشروع من خلاله أن فعلياً بعد التخرج أكون قادرة على أن يكون مصدر دخل لي أعتمد عليه. تجمع مخلفات الزجاج والنجارة والأوراق والرمل والإسمنت المنتشرة في شوارع وأزقة قريتها، وتقوم بإعادة تدويرها في معمل بدائي يلتصق بمنزلها ليكون الحجر الأزرق عالي الجودة منخفض السعر. بجمع الزجاج من البيئة المحيطة بعدة طرق. بنجمعها بنتوجه للمعمل اللي هو مكان بجنب البيت، طبعا هو مكان صغير فيه بتم الإنتاج، لكن هو بنستخدم فيه الأدوات الفعلية البسيطة بدائية بتأهلنا وبتساعدنا بأنه ننتج الحجر، نوصل للنتيجة اللي إحنا بدنا إياها. بعد هيك نخلط مواد الخام، هاي المواد الخام نحاول إنه نشتريها من الأماكن المحيطة لحتى نقلل تكلفة اللي هي المواصلات. هاي التكلفة إنه بعد إذا كانت بعيدة فهي بتسبب ضرر على البيئة من ناحية التلوث لما نستخدم السيارات، فأنا بحاول فعلا أجيبها من الأماكن المحيطة. بعد هيك بنخلط المواد الخام، بندخل الصبغة واللون اللي إحنا بدنا إياه حسب طلب الزبون. بعد هيك بنحطها في قوالب خاصة، طبعا هاي القوالب بتيجي حسب أشكال أو حسب أشكال وأحجام مختلفة، من خلالها بنقدر نوصل للمنتج النهائي. عملية الإنتاج بتستغرق تقريبا يوم لحتى الحجر يجف وينتج، بعد يومين بيكون هو قابل للاستخدام ولأنه زبون يستلم طلبيته. تساهم روان في تقليل معدلات التلوث لتتحول القمامة إلى ألوان زاهية تزين البيوت والحدائق، حالمة أن توسع مشروعها ليصبح قادراً على الإنتاج بكميات تلبي حاجة السوق. حالياً المشروع هو أنا كنت شغالة فيه لوحدي. بعد تقريباً هاي الأشهر خلينا نحكي إنه المشروع هو بده أيدي عامل جديدة، فهو قاعد بيوفر فرص عمل. المشروع أيضاً يسجل كعلامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد الفلسطيني. أهم شيء إنه إذا كان هذا الواحد فكرة ومنظور الناس إنه فعلياً هاي الفكرة مختصة إنه ما بنقدر ننفذها، سواء كان في القدرات إنه أنا ما بقدر أنفذها أو سواء كان في إنه أنا عمري صغير لحتى أنفذها، بالعكس هون بشكل هذا الإنسان تحدي فعلياً إنه هو ينتج أكثر. رغم الإمكانيات المادية المتواضعة إلا أن طموح روان شكل نواة لمشروع ريادي يضمن لها حياة كريمة ويسجل في سلسلة الإبداع اللامحدود للشباب الفلسطيني.